مرحبا بكم فيديو جديدة من برنامج الكوتش. نتمنى انكم بخير وعلى خير. من بعد الفيديوهات كاملين اللي درنا والتفاعل ديالكم على فيديو بغيت نشكركم بزاف. الا كنتو اول مرة كتفرجوا في هاد الفيديو هادو، الا كنتو في لاشين يوتيوب تابوناو في الزر الاحمر اللي كاين لتحت، الا كنتو في لاباج فيسبوك ديروا لايك باش تبعوا لي فيديو اللي جايين. اليوم جيت نهضر عليكم على واحد الموضوع اللي سولوني عليه الناس بزاف. مزيان تكون مخطط للحياه ديالك، مزيان تكون عارف شنو باغي دير، مزيان تكون باغي توصل لشي حاجه، مزيان تكون ذكي، مزيان تكون بزاف الحوايج، ولكن تتنقصك واحد الحاجه اللي كل نهار تتخليك تخدم على الهدف ديالك، واللي هي لا موتيفاسيون. وماشي اي نوع ديال لا موتيفاسيون، لا موتيفاسيون ديال كل صباح. دونك السؤال اللي غنجاوبو عليه اليوم، كيفاش نديرو نكونو موتيفي كل صباح باش نخدمو على الاهداف ديالنا؟ كاين بزاف ديال الوسائل باش نكونو موتيفي كل صباح، منهم ان يكون عندنا هدف في الحياه، ان تكون عندنا اون فيزيون، ان الناس اللي دايرين بينا يكونوا بوزيتيف، باش الشحنه ديال الطاقه اللي كتكون فيا كتكون ايجابيه وكتخليني انني نكون دائما موتيفي باش نخدم. بامبورط واش نكون فرحان ولا مقلق، بامبورط واش يكون عاجبني الحال ولا ما عاجبنيش الحال، خاصني نفيق دائما موتيفي. اليوم ما نهضرش لكم على هادشي هذا، غادي نهضر لكم على دي ريتوال، على واحد الحاجة كنت قريت عليها شحال هادي سميتها Hour of Power، ساعة القوة. شنو هي ساعة القوة؟ هي كل صباح كاين واحد الساعة الأولى ديال ملي كتحل عينيك حتى كتخرج من الدار باش تمشي للخدمة أو باش دير داكشي اللي كدير، قرايتك ولا أي حاجة كديرها، هذيك الساعة هي اللي بها كتصنع ديك لا موتيفاسيون ديال النهار كامل. غادي نشرح لكم دابا نيت أون ديتاي إيتاب باغ إيتاب باش تفهموا هاد الطريقة هادي. وقبل ما نبدا نشرح لكم بغيتكم تفهموا بأن هادي غير طريقة من بين الطرق، دوك ماشي هي الطريقة الوحيدة. وما تبقاوش تكتبوا في لي كومونتير كون كوا هادشي سا مارش با، سا مارش با ليك نتا ولا بعض المرات ليك نتا، مي سا بو مارشي بور دوت بيرسون. دونك هادي غير الطريقه اللي تستانسوا بها، ماشي هي الطريقه الوحيده والاوحد باش نكونوا موتيفي. كاين ناس عندهم طرق ديالهم خاصه بهم، وهاد الناس هادو مزيان ما عندنا مشكل معاهم، حنا غير الناس اللي مازال نتقلبوا على كيفاش يكونوا موتيفي كل صباح. والطريقه بارطاجيتها معكم حيت انا تنديرها تقريبا كل صباح، كنت كنديرها واحد الوقيته في ساعه، دابا وليت كنديرها في وقت قليل لان بعض المرات ما تيكونش عندي الوقت باش والساعة ما بين اللي فيها او باش نخرج من الدار، دونك تنقدر نديرها في وقت قليل. دونك بارطاجيها معكم وانتم ادابتيوها لا سيتوياسيون ديالكم كيما جات. على بركة الله فلنبدا. اول حاجة كدير وخاصك دير باش تكون في ساعة القوة كل صباح هو مع الفيقة شي ابتسامة زوينة بدون سبب، جوست لانك باقي على قيد الحياة. وكاينين الناس اللي غيديروا معاها واحد الدعاء ديال الصباح، كاين الناس اللي غادي يتفكروا حاجة زوينة، مهم ابتسامة لسبب او بغير سبب. الحاجة الثانية مور الابتسامة مباشرة هو واحد لا ريسبيراسيون بروفوند، ديال تنوض من الفراش ديالك ولا تكون مازال في الفراش وتنفس بعمق، عرفتي شي ثلاثة ديال التنفسات يكونوا شداد لأن المخ خصو فيه هاد الأكسجين باش يفيق بالزربة. المخ تيتغدى على ثلاثة ديال العناصر هما الأكسجين، الماء والماكلة. موراها مباشرة كندوزو لثالث حاجة واللي هي واحد الجغيمة ديال الماء ولا جوج جغيمات ولا ثلاثة ديال الجغيمات باش نديرو ليدغاتاسيون ديال لو كور. وحيت الصباح هذا وهذه أور أوف باور ديالي، يلا فقت مازال على الريق ندير لكم هاد الفيديو. رابع حاجة هي أننا ناكلو شي حاجة بالزربة إلا كانت موجودة قدامي، إما فطور خفيف يا إما غير شي حاجة حلوة، سينو نقدرو نروبورتيو هاد لابارتي أربعة حتى الاخر. دابا غادي ندوزو للمرحله اللي موراها، المرحله الخامسه. والناس اللي تيتفرجوا في لي فلوغ ديالي تيعرفوا ان القهوه الصباحيه ديالي هي هاد لا ترامبولين اللي انا فوقها دابا، دوك تنديروا واحد شويه ديال لي سو فوق الترامبولين باش نحركوا لو سيستيم لامفاتيك ديالنا باش لو كور يولي عنده لا توناسيتي ديالو. دونك هنايا يا اما كانت بومبا فوق بحال هادي هادي اولا غير في الارض ندير حركات. مدة ديال دقيقة بارك عليكم، من بعد الدقيقة ديال الحركة تحس بالإنرجي طلعت، غادي نزيدو عاوتاني إن شارج إنرجيتيك أكثر من هذه. وهما الحاجة السادسة اللي هي أنني نقول هضرة زوينة
لراسي او لا على راسي. واحد الهضره زوينه ماشي من باب انني نكذب على راسي، مي تنقول غير الحقيقه، لان كل واحد فينا في بزاف ديال الحوايج زوينين، ولا بدا الصباح هو تيتفكر كاع الحوايج زوينين اوتوماتيكمون لا فوكاليزاسيون ديالو كتمشي للبلاصه المزيانه، تيقول لك لا اون فوكاليز نوتر اتونسيون اون فوكاليز نوتر انرجي، الانرجي ديالي كامله كتمشي للبلاصه الزوينه. دونك تنقول لراسي هضره زوينه من باب شنو درت، حوايج زوينين اللي درت، شنو الحوايج اللي زوينين في الحياه، شنو الاشياء اللي تيفرحوني، شنو الاهداف اللي باغي نخدم عليهم وغيخصهم يفرحوني، شنو الاشياء اللي زوينين وداتهم افون وخصني نكون فخور بهم كل نهار وما ننساش، لان بعض المرات كنديروا بزاف ديال الحوايج زوينين وكننساوهم وكنديروا حاجه وحده خايبه وتنبقاو عاقلين عليها بزاف وتتاثر علينا بزاف. سابع حاجه هما empowering questions، الاسئله اللي كتعطيك القوه، من باب علاش انا حي، علاش كنفيق كل صباح، شنو هما اهدافي في الحياه، شنو هي احسن حاجه فيا، شنو هما الاشياء الزوينه اللي كاينين في لونتوراج ديالي، شكون هما الناس اللي عزازين عليا، شنو هما البلايص اللي بغيت نمشي لهم، شنو هما الاهداف اللي بغيت نحققهم، شنو هي لا فالور اجوتي ديالي في هاد الارض هادي، شنو اللي زوين في لوفيت انني نقرا مزيان وانني نخدم مزيان وانني نعيش مزيان، شنو غنستافد الى ما بقيتش ناعس ونضت وتحركت ودرت شي حاجه في الحياه ديالي، شنو غنربح الى كنت احسن فيرسيون من راسي. هاد لي تيب دو كيستيون كنخلي الخيال الموقر ديالكم واسع النظر. المهم الاسئله اللي كتعطيك قوه وكتفكرك في الجانب الزوين اللي فيك والقوي اللي فيك. ثامن مرحله، شنو هما ثلاثه ديال الاشياء اللي كتحمد الله عليهم اليوم اللي عندك، واللي يقدر يكونوا غير صغيرين، يقدر يكونوا غير البصر ديالك، يقدر يكونوا والديك، الوضعيه اللي انت فيها، الصحه اللي عندك، اي حاجه، اختار ثلاثه الحوايج اللي انت كتحمد الله وتشكره عليهم اليوم. وكل نهار بيان سور تقدر تكون نفس الحاجه وتبقى تشكر عليها الله سبحانه وتعالى وما غاديش توفي ليه الحمد والشكر، ولكن كل نهار اختار يا اما ثلاثه الحوايج مدلين، ولا اما ثلاثه ديال الحوايج هما نيت اللي بالنسبه لك كبار ومهمين في الحياه، ان الحمد والشكر هما مرحله مهمه في انك تزيد القدام. والتاسع مرحله هو لا ميثود اللي كيسميها انطوني روبينز الار بي ام، يعني ار بي ام، الار هي ريزلت، شنو هو لو ريزلت اللي بغيتي توصل ليه اليوم، شنو هي النتيجه، علاش بغيتي توصل في الاخر ديال النهار، بي هو البيربس، علاش بغيتي توصل لهذا لو ريزلت، شنو هي الحاجه اللي خلاتك تبغي توصل لهذا لو ريزولتا، اسكو هذا لوبجيكتيف ولا هذا لو ريزولتا اللي بغيتي توصل ليه مهم بالنسبه لك، شي حاجه اللي انا باغي نوصل لها. وام شنو هي الماسيف اكشنز اللي غادي دير باش توصل لهذاك الهدف، يعني لاكسيون ماسيف، يعني شنو هو الفعل، الطريقه ديال الهجوم باش توصل لهذاك الهدف، يعني تقول غندير وغندير 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 باش نوصل لهذاك الهدف. هنايا تنولي لي لو ريزولتا لاكسيون. وعاشر واخر حاجه هي الحاجه اللي بغيت كل واحد فيكم يديرها ويختارها راسو، ويختار انها تكون اخر مرحله في اور اوف باور، وبغيتكم تكتبوها ليا في لي كومونتير، سابيت تبوس اليد ديال الميما، سابيت الفطور، سابيت اون شونسون كتسمعوا ليها، سابيت شي حاجه غادي تقولوها، المهم بغيتكم في لي كومونتير تكتبوا ليا شنو هي عاشر واخر حاجه تبغيونا نديروها في اور اوف باور باش كل صباح تفيق موتيفي. وكما قلت لكم انايا بديت كنديرها في ساعه ولا ساعه الا ربع في الاول، اللي خديت الوقت الكافي باش انني نولي مبزز على راسي انني نديرها كل صباح، من بعد تتولي تقدر ديرها ميم با في 15 ديال الدقائق تخي رابيدمون، لان لي زاكسيون اللي قلت لكم دابا ما كيطلبوش الوقت بزاف، نقدر نديرها غير من الفراش، نوض تحرك طف صوتي طف طف، دونك سابيت ميم 5 10 مينوت باش ما تقولش ان هذه خصها الوقت بزاف، ولا كل ما طولتي فيها كل ما تتعطي قوه اكثر وانرجي كبيره. الحلقه ديال اليوم سالات، نتمنى تكون عجبتكم وعاونتكم ولو شويه في انكم تلقاو اون ميثود باغمي دوطخ باش تقدروا تكريو اون موتيفاسيون ديال كل نهار باش تخدموا على الاهداف ديالكم. الى عجبتكم هاد لا فيديو هادي تقدروا تبارطاجيوها مع صحابكم، تقدروا ديروا لايك لهاد لا فيديو الى عجبتكم، ديسلايك الى ما عجبتكمش باش نعرف واش الموضوع عجبكم ولا ما عجبكمش، تابوناو في هاد لاشين هادي باش يتزادوا عدد الناس اللي كيستافدوا باش نعرف بان هاد الشيء كينفع الناس وباش ما نحبسوش شي نهار. ونتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله من هنا الفيديو ديالنا الجايه. ما تنساوش انكم تستغلوا الوقت ديالكم ابشع استغلال.